السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناه من الاخر الخلاصة. معكم محمد نور الدين. موعد مباراه منتخب اثيوبيا امام منتخب مصر اليوم باذن الله تعالى الخميس 9/6/2022، مباراه في الجوله الثانيه من تصفيات قاره افريقيا المؤهله للامم الافريقيه 2023 في ساحل العاج باذن الله تعالى. متابعينا الكرام، اثيوبيا ومصر المباراه اليوم باذن الله تعالى الخميس 9/6/2022 الساعه 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعه 7 مساء بتوقيت مكه المكرمه، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا والمغرب. قناة ناقل المباراة متابعين الكرام قناة بي ان سبورتس HD3 الثالثة، والمعلق علي محمد علي، وملعب المباراة ملعب بنجو الدولي. دور المجموعات الجولة الثانية من تصفيات كاس أفريقيا. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.